السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة نكمل مع بعض حل اختبارات ملحق المعاصر الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة وطبقا لإيه أحدث مواصفات الورقة الامتحانية 2024. إحنا في كل ولايات في كل فيديو بنحل 5 اختبارات. النهاردة معانا الاختبارات من 16 لـ20، الصفحات من صفحة 61 لصفحة 70. بعدها كان في اختبارات على الأزهر واختبارات الدمج، إحنا نزلناها في الفيديو اللي عدى، فده يعتبر كده آخر فيديو معانا بقى في الإيه في ملحق المعاصر. وبعد كده انتظرنا بقى عندنا مراجعات جميع المواد، عندنا امتحان متوقع جميع المواد ان شاء الله نخرج عنها الامتحان. تابعونا ايه الفتره الجايه، ادعمونا بقى بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناه، متابعه لصفحه الفيسبوك مس هبه رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. يلا بينا نشوف. عندنا الاختبار 16 لمحافظه ايه يا اولاد اسيوط، واول سؤال معانا سؤال استماع. نص بيقول ماي نيم از دعاء، انا اسمي دعاء، اند اي هاف ا بيرثدي بارتي نيكست فرايداي، عندي حفل عيد ميلاد الجمعه القادمه at my house في بيتي. I am inviting the whole class and I بدعو كل الفصل so all our friends will be there، كل ايه الاصدقاء يكونوا موجودين. I want to play some party games، عاوز العب بعض الالعاب الجماعية. I bring some music so we can play musical chairs، حضرت بعض الموسيقى عشان نلعب ايه الكراسي الموسيقية. دعاء is having a birthday party next يا ولاد، امتى الحفلة بتاعتها؟ قالت next day next Friday. She is inviting the whole، عزمت كل مين؟ the whole class كل الفصل. She wants to play some party games، ألعاب الحفلات والألعاب الجماعية. She brings some music، جابت بعض الموسيقى عشان تلعب ايه musical chairs. Sarah hurt her leg، سارة أصيبت في ساقها. So she went to، ذهبت إلى desert الصحراء ولا hospital المستشفى school مدرسة ولا زو، طبعا راحت المستشفى. To not means not to eat or drink until sunset، ايه الحاجة اللي معناها ولا تاكل ولا تشرب حتى غروب الشمس. celebrate تحتفل ولا فص سريع ولا بلاي يلعب ولا ليد يقرأ، طبعا دي معناها فص يا ولاد، سوري يا ولاد دي معناها فص يصوم، معناها تاني سريع. playing computer games لعب ألعاب الكمبيوتر for a long term لوقت طويل is a healthy حاجة صحية، helpful متعاون، useful مفيد، ولا unhealthy طبعا unhealthy. I need to look at lots of not and find some information، محتاج ألقي نظرة على ايه وأجد بعض المعلومات، اير ولا فريندز ولا ويب سايتس مواقع ولا كلاود طبعا مواقع. السؤال التالت إذا كان بليز تيكس وردز إن ذا بوكس، شورتست الأكثر، كلين نظيف، لونجست الأطول، امبورتنت هام، ايرث الأرض. فارمرز جرو كروبس الفلاحين بيزرعوا المحاصيل، نير ذا ريفر جنب النهر. ذا نايل إز ذا ايه يا ولاد، ذا نايل إز ذا لونجست ريفر إن ذا وورلد، اتس 6670 كيلومترز لونج، that is like traveling to the center of the earth، ده بيساوي السفر لمركز الأرض. it's very ايه يا ولاد، it's very for people's lives، it's very important، هام جدا لحياة ايه الناس. we must keep the river Nile clean، يجب أن نحافظ على ايه نهر النيل ايه نظيف. بعد كده قطع عليها أسئلة. cities have many cars، المدن بها الكثير من السيارات. cars make air pollution، والسيارات بتسبب تلوث الهواء. they put chemicals، لأنها بتطلق أو تنشر ايه المواد الكيميائية into the air في الهواء. We can't always see the chemicals، احنا مش بنشوف المواد الكيميائية دي. But they are dangerous، لكنها خطيرة. Some cities، بعض المدن are trying to stop air pollution، بتحاول وقف تلوث الهواء. زي مثلا in London England، في انجلترا في لندن. Parents don't drive their children to school، الآباء مش بيوصلوا لهم ايه في السيارات المدرسة. The children walk or cycle to school، الأطفال يا إما يمشوا أو يقودوا الدراجات للمدرسة. In China، في الصين، they have electric buses، بيستخدموا أتوبيسات كهربية. These buses don't make air pollution، السيارات دي لا تسبب ايه ولا تلوث الهواء. Choose the correct answer from A, B, C or D. The text is about، النص ده عن ايه؟ clean air ها؟ الهواء النظيف ولا snow ولا air pollution ولا stars؟ طبعا air pollution. In England a children go to school by، بروح المدرسة ازاي؟ bikes بالدراجات، cars السيارات، planes ولا trains طبعا بالدراجات. How do cars make air pollution، ازاي العربيات بتسبب تلوث الهواء؟ تعالى بقول لك they put chemicals into the air، تطلق ايه المواد الكيميائية في الهواء. How does China try to stop air pollution، الصين بتعمل ايه؟ الصين رايحين نفسهم بقى، قال لك they have electric buses، عندهم اتوبيسات كهربية. السؤال الخامس سؤال تصحيح الخطأ. I go to school at foot، لا on foot. last week end، نهاية الأسبوع الماضي، يبقى كده حاجة في الماضي. they see some old videos، هنقول بقى الماضي من see تبقى صور، راوا ايه أفلام ايه الفيديو. I saw two
ماوس in the old room، شفت ايه؟ اتنين فار في الغرفة القديمة. الجمع بقى، انا عندي توب، انا كده عايزة الجمع بتاع ماوس. ماوس جمعها ايه؟ ماوسز؟ لا، ده جمعها مايس فئران، ده جمع شاذ. when you go online، عندما تذهب عبر الانترنت، you need to be، محتاج تكون ايه؟ careful، حذر. عند فلا اف يو ال عشان احولها لصفة. بعد كده punctuation، يعني بتروح على اول حرف الاتش، على كده بتعملها. how do you go to school، ازاي بتروح المدرسة؟ ده سؤال، هنحط question mark. write a paragraph of 18 words using the foregoing elements، بتكلم على the beach يا ولاد الشاطئ. هتكلم على زيارة الشاطئ، احنا كان عندنا في احد الدروس ان الاولاد قال لك احنا رحنا ايه، فيزيت ايه، او تريب تو ذا سي، عشان نشوف مين الاجداد، والجد صاد سمكه، والجد عملت لنا طبق لذيذ، واحنا لعبنا هناك وعمنا في البحر، وي وي وي. وهنلاقي الموضوعات كلها موجوده في نهايه كتاب ايه، ولاد كتاب، اشرح كتاب ايه المعاصر. شوف بقى الاختبار اللي بعد كده. عند محافظة انا، ونسمع سؤال الاستماع. نص الاستماع بيقول I'm Sam، انا اسمي سامي. I go to work on foot، اذهب للعمل على الاقدام. I like walking، بحب المشي. My friend عماد goes to work by car، بيروح العمل بالسيارة. علي goes to work by bus، وعلي بيروح بالاتوبيس. My sister ايمان doesn't like traveling by ship، اختي مش بتحب السفر بالايه، بالسفينة. She doesn't like to be on water، مش بتحب تكون على الماء. سامي لايك، سامي لايك السؤال يا ولاد، سامي بيحب ايه؟ running ولا walking ولا swimming ولا reading؟ طبعا بيحب walking، المشي. عماد goes to work by، عماد بقى، عماد بيروح الشغل ازاي؟ طبعا بيروح ايه، by train ولا plane ولا ship ولا car؟ طبعا بيروح بالcar. طيب بعد كده علي goes to work by، علي بيروح ازاي؟ بوت ولا ولا بايك ولا موتور بايك ولا باص؟ طبعا باي باص. ايمان doesn't like to go او to be on water، مش بتحب تكون ايه، على الماء. اختيارات you need to look left and right، محتاج تنظر يسرا وايه ويمينا before you cross the road، قبل ان تعبر الطريق. using modern devices، استخدام اجهزة حديثة. has not and cons، ليه عيوب وايه يا ولاد، وبروس مزايا. pros and cons. We all love to not presents، كلنا بنحب نعمل ايه الهدايا، drink ولا lose ولا give ولا run؟ طبعا give، نعطي هدايا. وهي had a knot with bullying in class، عنده ايه مع التنمر في الفصل، eat ولا problem ولا phone ولا call؟ طبعا عنده problem، مشكلة مع التنمر. read and complete the tickets with words in the box، tables ترابيزات، present هدية، wedding الزفاف، happy سعيد، baked خبزة. It was my birthday party، ده كان حفل عيد ميلادي. The party was at home، الحفلة كانت في المنزل. Mom not cakes، mom baked cakes، ماما ايه، خبزت ايه او عملت كيك for my birthday. She put sweets and juice، وضعت ايه، حلوى وعصير، on the tables، على الترابيزات. بعد كده dad gave me a present، بابا اداني ايه، هدية. My friends اصدقائي came to party، اتوا الحفلة. We had fun، استمتعنا. We were، كنا ايه يا ولاد، we were happy، كنا سعداء. Egypt is famous for its history، مصر مشهورة بتاريخها. We should feel proud of our country، يجب ان نشعر بالفخر ايه، ببلدنا. We should celebrate in its rich culture، يجب ان ايه، نحتفل بايه، بثقافتها الغنية. Egyptian people، الشعب المصري، are friendly، ودود and helpful، متعاون. There are many good places، في اماكن رائعة في مصر. To visit ايه، in Egypt. In Egypt we celebrated many festivals، بنحتفل بمهرجانات كتير جدا. عيد الفطر is one of these festivals، وعيد الفطر أحد هذه الاحتفالات. It comes after the month of رمضان، بيجي بعد شهر رمضان. People bake كحك، الناس بتخبز كحك in عيد الفطر. كحك are delicious cookies، عبارة عن ايه، بسكوت لذيذ. Choose the correct answer. Egypt is famous for its، مصر مشهورة بيها، its history، بتاريخها. Egyptian people، الشعب المصري، are ايه، are friendly، شعب ودود. What are كحك، الكحك ده يا ولاد عبارة عن ايه، كحك are delicious cookies، عبارة عن ايه، بسكوت او كعك ايه، محلى. When does عيد الفطر come، بيجي امتى عيد الفطر؟ It comes after the month of رمضان، بيجي بعد شهر ايه، رمضان. بعد كده عندنا تصحيح الخطأ. اول واحدة معانا children shouldn't، shouldn't يجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى shouldn't eat، بس يجب ألا يأكل too many sweets، حلوى كثير.
ماي جراندما جدتي ليفز تعيش ان ا فيليج وين شي ووز يانج لما كانت صغيره. يبقى كده في الماضي هجيب الماضي من ليف ليفد. زياد از فيري ثيرستي، زياد عطشان. هي وونتس ا سلايس اوف ووتر، عايز بوتل زجاجه من الماء. وي ترافل ات موتور بايك، وي ترافل ات، لا طبعا وسائل المواصلات بتاخد قبلها حرف الجر باي، تبقى نقول ايه باي موتور بايك. وان كيتوشن دبليو كابيتال، وير ديز ذا كانتري مو ماوس ليف، اين يعيش ايه فار الايه القريه كويشن مارك. write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. a trip with your friend، رحلة مع صديق. تتخيل مثلا انك رحت ايه حديقة الحيوان، ممكن اقول last week. I went to the zoo. I went there، رحت هناك with my friend، مع صديقي. We went by car، بالسيارة. We saw many animals، شفنا حيوانات كتيرة. And birds وطيور. It was a good day، كان يوم جميل جدا أو يوم جيد. We had fun، لقد استمتعنا. جمل سهلة جدا وبسيطة. نشوف بقى ايه محافظة سوهاج. Egypt is a special country، مصر دي دولة مميزة. Near the Nile، جنب النيل. It is green and beautiful، الأرض بتكون خضراء وجميلة. Our food، طعامنا، can be described with one word، ممكن نصف طعامنا بكلمة واحدة، wonderful، إن هو رائع. We are very friendly to visitors، احنا ودودين جدا مع الزوار. Our movies، افلامنا، are famous، مشهورة. Egypt is a special island country. Near not، it's green and beautiful land near the Nile. Our food can be described with one word beautiful، sorry wonderful. Our not are famous، our island، our movies، الافلام بتاعتنا مشهورة. Life in the city، الحياة في المدينة، is quiet ولا slow ولا noisy ولا angry. طبعا الحياة في المدينة مالها بتكون ايه يا ولاد، نويزي، مزعجة. You need a green light، محتاج الضوء الأخضر. To ايه the road، cross، run، play، sleep، طبعا to cross لكي تعبر الطريق. The crocodile، التمساح. Is a large bird ولا reptile، زاحف ولا mountain ولا building، طبعا الكروكودايل من الزواحف، reptile. عيد الفطر and شم النسيم are ايه، desserts، تحلية. ديشز أطباق ولا فيستيفالز، احتفالات. ولا ست السبع الاحتفالات in Egypt، فيستيفالز in Egypt. Read and complete the text with words in the box. Where you are today، ديزرت صحراء. Exhibit، سبرينج، الربيع. Musical، آلات موسيقية. My favorite festival is شم النسيم، أكتر حاجة بفضلها وأكتر احتفال بحبه شم النسيم. It's in the start of spring، بيكون في بداية الربيع. In شم النسيم we not colorful clothes، we wear، بنرتدي ملابس ملونة. We eat colored eggs، بناكل بيض ملون. And we buy presents، بنشتري هدايا. We play fun games، بنلعب ألعاب ممتعة. Like hide and seek، زي لسه غماية. And musical chairs، والكراسي الموسيقية. القطعة. The Nile is the longest river in the world، نهر النيل أطول نهر في العالم. The Nile has two branches، النيل ليه فرعين. There are many people living near the Nile، كتير ناس بتعيش بالقرب من نهر النيل. The Nile is 6,670 kilometers long، that is like traveling to the earth، بيساوي السفر لمركز الأرض. The Nile is home for different kinds of fish، birds and turtles، one of the planet's largest reptiles، the Nile crocodile lives in it، بيعيش في أكبر زاحف في العالم هو إيه، تمساح النيل. The underlined word near، near معناها إيه، behind، خلف، far، بعيد، on، عالي، ولا beside، بجانب، طبعا beside. There are many people not near the Nile، في إيه ناس إيه near the Nile، giving ولا living ولا feeding ولا sleeping، طبعا living ايه، بيعيشوا جنب النيل. summarize يعني لخص.
the text in one sentence، لخص النثر كله في جملة. هنقول the Nile is the longest river in the world، نهر النيل أطول إيه نهر في العالم. بعد كده how many branches does the Nile have؟ هنقول it has two branches. نهر النيل ليه فرعين. تصحيح الخطأ، بيقول لي ندى get up at 8 o'clock yesterday، تستيقظ الساعة الثامنة بالأمس، she was late for school. طب أنا كده عندي كلمة yesterday فهجيب الماضي من جيت بقى ولاد جت، جت up. he wants a nod packet of soap، عاوز ايه من الصابون يا ولاد؟ عايز بار، قالب أو قطعة من الصابون. last weekend، نهاية الأسبوع الماضي، we go to the Mitta. طب أنا عندي last ينفع أقول go، لا هنجيب الماضي منها تبقى ايه went، ذهبنا إلى دمياط. you shouldn't stay safe online، يجب ألا تبقى آمنا عبر الإنترنت، لا هنخليها should، هنحوش منها النفي، يجب أن. الدبل بتاعت we travel on water by ship or boat، طبعا دي جملة نحط النقطة. write a paragraph of 18 words using the following guiding elements، اتكلم على عيد الفطر، عيد الفطر لسه واخدة عنه ايه قطعة من شوية ولسه حلنا، نتكلم على ايه عيد الفطر. when is عيد الفطر، بيجي امتى؟ after the month of رمضان، بعد شهر رمضان. طيب what do people do during the festival، بيعملوا ايه؟ they eat كحك and ايه celebrate and they go to the mosque، بروح ايه المساجد. طبعا ايه نتكلم على عيد الفطر برضه موجود في نهاية الكتاب الايه المعاصر. نسمع نص الاستماع. last weekend، نهاية الأسبوع الماضي، we went to visit our grandparents، ذهبنا لزيارة الايه الأجداد. they live by the sea، عايشين جنب البحر. we swam in the sea، كنا بنسبح في البحر. we swam أو sorry we saw lots of fish، شفنا أسماك كتيرة. and an octopus، وأخطبوط أيضا. my grandpa caught a fish، الجد الصاد إيه سمكة. last A we went to visit our grandparents، رحنا إمتى؟ last weekend، نهاية الأسبوع الماضي. we swam in the A we swam in the sea we saw lots of fish and A and an octopus، وأخطبوط. my not caught a fish، الصاد سمكة، من الجرامبا الجد. It was the correct answer. People light Christmas trees with lights and colored balls. الناس بتعمل ايه الأشجار الكريسماس بالكرات الملونة والأنوار. ديكوريت بيزينوها، ثرو يرمي، يريد يقرأ ولا سليب، طبعا ديكوريت. They had ice cream، تناول الآيس كريم. for ايه؟ ديزرت للتحلية ولا ديزرت ولا سوب ولا هوم وورك، طبعا for ديزرت. هايد اند سيك، لعبة لسه غمية. is a نقط جيم، لعبة ايه؟ all the children know it، كل العيال عارفاها، كل الأطفال عارفينها. يبقى دي لعبة سترينج، غريبة ولا uncomfortable، غير مريحة ولا popular، مشهورة ولا بيت سيئة، طبعا ايه popular. not means having something different، معناها ايه انك ايه عندك حاجة مختلفة. يبقى دي كلمة different ولا special ولا scary ولا boring، طبعا مميز يعني special، معناه انت عندك حاجة مش عند الآخرين. you don't complete the tickets with words in the box، seat belt، حزام الأمان. helmet، الخوذة. كروس، يعبر. lift، يغادر او الايه اليسار. وير يرتدي. we need to be safe on the roads، محتاجين نكون امنين على الطرق. we must wait for the green light and listen for the cars before we cross the street، يجب ان يا ولاد ننظر ايه او ننتظر الضوء الاخضر ونستمع الصراط قبل ان نعبر الطريق. we must look right and left، يجب ان ننظر ايه يمينا ويسارا. then we cross at the crosswalk، ونعبر بعد كده على ايه بعد ذلك على ممر المشاة. we need a knot in our cars، محتاجين ايه داخل السيارة؟ محتاجين seat belt and a helmet on our bikes، ومحتاجين ايه خوذة واحنا راكبين الدراجات. we must follow road signs، يجب ان نتبع اشارات او لافتات الطريق. read the text and answer the questions، many people، كثير من الناس say that computer games are bad for children، سأل الاطفال. children spend many hours on their computers and tablets، they look at the screen، بينظروا كتير للشاشة. and they don't go outside or do their homework. parents stay this and not sorry parents say that it's not healthy for their children، ولا بقى بيقول ان دي حاجه غير صحيه لاطفالهم. but لكن on the other hand، من ناحيه اخرى، there are some reasons، في بعض الايه الاسباب او المبررات why computer games are good for children، بيقول لك ان هي مفيده للاطفال. in some games، بعض الالعاب children need to solve problems، محتاجين يحلوا المشكلات. some computer games، بعض العاب الكمبيوتر need teams، محتاجه فرق. so children make friends and play with their family. it was the correct answer from A B C or D. the word A ولاد in the text means father and mother. father و mother اللي هم الآباء. آباء يعني problems ولا parents ولا reasons ولا tablets، طبعا ايه parents.
كمبيوتر جيمز ار سام تايمز، احيانا بتكون كولد ولا هوت ولا جود ولا انجري، احيانا بتكون جود. سامرايز، لخص الباراجراف الاولاني في جمله، فيرست باراجراف اللي هو ده. many people say that computer games are bad for children، الناس بتقول ان هي سيئه للاطفال، وبدا بقى يشرح لي يقول هي سيئه ليه. يبقى ده الترخيص بتاع الباراجراف الاولاني. طيب how can children make friends in computer games، ازاي بيكونوا اصدقاء؟ لان ايه some games، بعض الالعاب كمبيوتر جيمز نيد تيمز، بتكون محتاجه ايه فرق، عشان كده بيكونوا اصدقاء. I fly a dragon kite، انا كنت بطير طيارة على شكل ايه تنين in the kite festival last month. طيب last month الشهر الماضي، بقى انا عايز الماضي من fly في لو. You should، يجب ان keep فعل في المصدر بعد should و shouldn't. Your room clean، يجب ان تحافظ على غرفة نظيفة. You need off look left، you need to تاخد حرف الجر to، you need to look left and right when you cross the road. Who win important prizes yesterday؟ yesterday يبقى الماضي من وين؟ won. The Nile crocodile is very a long، اعمل التي كابت الاول كلام في الاخر هنحط الايه النقطة. Write a paragraph of 18 words using the phone guiding elements عن ايه؟ How you celebrate شم النسيم، ازاي بتحتفل بشم النسيم؟ لسه حالين حاجه زي كده يا اولاد من شويه، ان هو قالك بيلبسوا ملابس ملونه، بياكلوا بيض مسلوق، بيروحوا الحدائق، وي وي. وطبعا برضه في نهايه كتاب الايه الشرح. اخر اختبار معانا محافظه اسوان، نص الاستماع. yesterday was hot، بالامس كان ايه حر جدا. I drank two bottles of water shipped as جوجتين من الماء and one carton of juice، وهي علبه كرتون من العصير. My sister ate a packet of cookies، اختي ايه اكلت باكو من البسكوت. and drank a cup of milk، شربت كوب لبن. I used a bar of soap to wash my face and hands، يعني ايه استخدمت قطعة من الصابون علشان اغسل ايه ايديا ووجهي. yesterday was too hot، بالامس كان حر. I drank large bottles of water، شرب كام زجاجة من الماء يا ولاد؟ قال لي ايه I drank two bottles، زجاجتين of water. my sister ate a packet of cookies، اكلت ايه باكو من البسكوت. I used a bar of soap to wash my face and hands. Which not is your favorite، قال لي عيد الفطر. عيد الفطر ده ايه مفضل؟ ايه جيم، لعبة، ميوزك، موسيقى، صب اجتماع دراسية ولا سيليبريشن؟ سيليبريشن، ما هو احتفالك المفضل؟ قال لي عيد الفطر. There are many people، يوجد كثير من الناس. Not near the Nile، بيعملوا ايه جنب النيل؟ feeding يطعموا، living يعيشوا، giving يعطوا، ولا making طبعا living. We should be، يجب أن نكون إيه of our beautiful country، يجب أن نكون pain ولا proud ولا care ولا could، يجب أن نكون proud يعني فخورين بيه. There are many wild animals، في حيوانات متوحشة. In this a school ولا river ولا forest ولا سي، طبعا تكون في الغابة. Read and complete the text. Party حفل، games ألعاب، musical موسيقي، green music. I'm having a party next Thursday at my house، عندي حفلة يوم الخميس في بيتي. We can play musical chairs game، ممكن نلعب لعبة الكراسي الموسيقية. So لذلك I play some music، شغلت بعض الايه الموسيقى. Please come to my party، من فضلك تعالى ايه حفلتي. I invited all my friends، انا عازمة كل الفصل. We will wear something، نبتدي حاجة لونها يا ولاد green. There will be nice games، see you then. قطعة last week، الأسبوع الماضي. it was my mother's birthday، كان عيد ميلاد ماما. all my family، كل عيلتي. came to celebrate، أتت لكي تحتفل. all my cousins، كل ولاد عمي. aunts and uncles came. there was lots of food، كان في طعام كتير. salad و meat و bread و cakes و cookies and fruit. I played with my cousins. my brother علي ate a big slice of chocolate cake، أخويا علي كل قطعة كبيرة وشريحة من إيه كيك الشوكولاته. my sister drank a glass of orange juice، اخت شربت ايه كوب من عصير البرتقال. we thank happy birthday to my mother، غنينا لماما عيد ميلاد سعيد. it was a special day، كان يوم مميز. we were very happy، كنا سعداء. the main idea of the text، ان الفكره الرئيسيه عن ايه ولاد؟ my mom's birthday، عيد ميلاد الام. my sister drank a glass of ايه ولاد؟ a glass of ايه orange juice، شربت ايه عصير برتقال اهي. بعد كده when was the mother's birthday، امتى عيد ميلاد الام؟ كان امتى؟ اهو last week، العيد الماضي، سوري الاسبوع الماضي. who ate a big slice of chocolate cake، مين اللي اكل قطعه من الشوكولاته؟ علي، my brother علي، اخي علي.
يو نيدز ا هيلمت، يو نيد بس، فعل من غير اسم على اليو، فعل في المصر. A helmet when you are on your bike. We should talk to people we don't know online. يجب أن نتحدث مع ناس لا نعرفهم على الإنترنت. لا طبعا نخليها shouldn't. My mom أمي cleans the kitchen yesterday. لا clean في الماضي بقى عشان بالأمس yesterday. They want to buy a lot of milk. نشتري من اللبن يا ولاد. بطل زجاج ال W. We should use more solar energy. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. Egyptian food. هنتكلم على الطعام المصري ان هو ايه wonderful، ولما اتكلمنا على الحته بتاع الفول المدمس والبسبوسه. تمام كده يا ولاد، احنا انتهينا بفضل الله من حل الاختبارات، من اختبار ال 16 لاختبار ال 20، من محافظة أسيوط إلى محافظة إيه أسوان. وده كان آخر فيديو معانا النهاردة في ملحق المعاصر، لأن الاختبار بتاعة الأزهر حليناها قبل كده في الفيديو اللي عدى. وانتظرنا بقى فاينل ريفيجن جميع المواد، مراجعتنا هي جميع المواد، امتحانات متوقعة جميع المواد. يا ترى تدعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك ميس هبة رجب علشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. بتمنى نجاح البر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.